دروس ملهاش اي معنى حاليا. احنا كل العيال كارهين التعليم. يا جماعة احنا مش المفروض نذاكر الحاجات دي؟ دي مش هتخلينا اذكياء، دي هتجهلنا. المفروض ان ده هيعلمنا. انا مش عارف ازاي هما بيقولوا ان ده يعلمنا، بس قولوا شوفوا بنفسكم. كلب بخيل عنده دجاجة، احنا المفروض نتعلم حاجة اسمها كلب بخيل عنده دجاجة. انا حبيت اقوله النهاردة، وشكرا جزيلا والسلام عليكم.